وضع حد اساس لانجاز تنميه. اذا هذا النشاط كان يدخل في اطار يحيى كل مشاريع التنمويه على مستوى الولايه، وكنا حددنا مع الساده المدراء تواريخ واجال استلام هذه المشاريع، واكدنا في كل محطه اكدنا على اولا احترام معايير الانجاز، وثانيا الاجال، خاصة يعني تأجيل يعني تخفيض من أجل الإنجاز. فيما يخص السكن الاجتماعية 250 سكن، كنا حضرنا آخر أجل لاستلام هذه المشاريع في شهر جوان لتوزيعها بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال 5 جويلية 2014. إذا عندنا في المغنية ثانويتين، الثانوية الأولى هي كانت تنطبق في الأشغال في شهر مارس 2023، وحددنا آخر أجل لإتمام الأشغال يوم 31 جويلية 2024. أما هذا المشروع هو أيضا هام جدا، لأنه يتوسط يعني الكثافة السكانية كبيرة، وضعنا حجر أساس للإنجاز، كان اتفاق مع مكتب الدراسات والمقاولة أنه سوف يتم إنجاز هذه الثانوية في ظرف 19 شهر.